طبعا جدا فرحان، صار لي تقريبا سنتين ما مثل المنتخب. اول سنه من وراء الاصابه، والثاني سنه هاي صار مع الفريق السعودي. بس الحمد لله يعني قدمت واجتني فرصه ثانيه. والله هو البارحه اول تمرين يعني، ولعيب جدد يعني اكثريتهم جدد، ما لعب وياهم وما اعرفهم يعني، جيل جديد، وان شاء الله نقدر يعني نقدم ونسوي شيء. يعني لعيب جدد ولعيب صغار، واهم اكو يعني لعيب عندهم خبره، فالميكس يصير زين. يعني شلون مثل حلم، يعني واحد دا يحلم بس يريد يوصل له، وان شاء الله يعني بعد كم يوم نشوف الجماهير، نشوف الملعب فول، وان شاء الله نقدم يعني شيء حلو ونفرح احنا ونفرح الشعب العراقي.